السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أي بحث علمي بنحتاج إن احنا نصمم بعض الصور، فدول ثلاث مواقع. أول واحد ده يعتبر طبي نوعا ما، في تمبليت كتيرة، حاجات طبية، حاجات علمية أكاديمية زي كده، الخلايا والجسم الإنسان وحاجات زي كده. تاني موقع كانفا، ده موقع سهل جدا في الاستخدام، بتلاقي تمبليت جاهز تقريبا، أنا بعتمد عليه تماما في أي حاجة، حاجات الشغل، حاجات الدعاية، حاجات بمقاربية، حاجات العائلية، كل الحاجات دي سهل جدا ان انت تختار تمبليت وتعدل الصور ويبقى عندك تصميم جاهز من غير حاجة ان انت تاخد كورسات او تتعلم حاجة جديدة. لو انت عايز ترسم دياجرام، ده ممتاز جدا، ده بيخليك ترسم دياجرام بسهولة. بيقول لك انت ممكن تحطه في جوجل درايف او دروب بوكس او تمام، فبديله التصريح وتبدأ ترسم دياجرام بشكل سهل جدا وبسيط. زي ما انت شايف بتلاقي اشكال كتيره جاهزه، اشكال كتيره جدا في حاجات خاصه بالسوفت وير، حاجات خاصه باليو ام ال وهكذا. اي واحد فيهم بتختاره وتقول له كرييت وتبدا تعدل بس عليه شويه. الميزه ان هو الابتدائي بتاعه اكس ام ال، فتقدر ان انت تحمله عندك على الجهاز وتعمل عليه تعديلات بسيطه ان شاء الله. تمام، سهل جدا تعمل سيلكت، تغير اللون، تغير الخط، تعمل ديليت، توصل حاجات ببعض وهكذا.